السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق اللفت، أحلى محشي بأمر الله. طبعا أنا كنت في السوق جبت 5 كيلو لفت ب10 جنيه، وخدت العيدان بتاعت ورق اللفت. طبعا هناخد الورق وهنرمي الحاجات اللي زي دي. طبعا قلت اخد الورق أعمله محشي واللفت خلاله برضو. وطبعا هنقطع ورقة اللفت من هنا كده اهي، من على اخر العود كده، وبعدين العرق اللي بيبقى من هنا كده بنخفه خالص بالسكينة كده اهو. اهي دي ما فيهاش عرق، اهيت عرق بسيط جدا فمش هنشيل منه حاجة. طبعا العيدان ده اهيت بنرميها. وبعد ما قطعت ورق اللفت، طبعا ورق اللفت دوت هغسله كويس جدا، بس بنغسله بالراحة بمية من الحنفية، عشان بصوا التراب بيبقى جواه تراب لازم يتغسل قبل ما نسلقه. هغسل ورق اللفت وارجع لكم. وبعد ما غسلت ورق اللفت، وبعد كده هنحط له ميه نسلقه فيها، ودي الميه اللي هسلق فيها ورق اللفت. طبعا سخنت جدا وقربت على الغليان، بس مش هنخليها تغلي عشان لو الميه غليت الورق هينهري. هنحط عليها معلقه سكر كبيره، وبعد كده هنحط فيها ورق اللفت من اللي. بعد ما حطيتي ورق اللفت في الماء السخنة هنغطسه كده، وطبعا بنسيبه في الماء شوية. وبعد ما سيبناه شوية هوت هنقلبه، بنسيبه في الماء دقيقتين كده وبنروح قلبينه. وبعد ما ورق اللفت اتسلق معانا هنطلعه من الماء السخنة. وبعد ما طلعت ورق اللفت طبعا بنفرده كده عشان يبرد، وبعدين لو سيبناه على بعض الورق هينهري عشان بتبقى عملية السلق شغالة. وادي ورق اللفت بعد ما فردناه هوت بيبرد على طول ما شاء الله، عشان لو سيبناه على بعضه بينهري. طبعا ورق اللفت الورقة الكبيرة بنقطعها نصين، ديت حلوة هي مش كبيرة، اللي زي دي كده بنقطعها، نقطعها زي ما بنقطع ورق الكرنب بالظبط. اللي زي دي كده ما بنقطعهاش، هي على قد صباع المحشي. وبعد ما قطعنا ورق اللفت دوت الرز اللي هنعمل بيه المحشي، طبعا غسلاه وحطاه في المصفى الصفى لمدة 10 دقايق عشان ما يبقاش في اي مي. ودي الطماطم اللي هحطها على الرز، طبعا الطماطم دي غسلاها وفرماها في الخلاط، وبحطها في حلة على النار تنشف من كل المية اللي فيه، تبقى ما فيهاش اي مي. وهحط كده الطماطم على الرز. وبعد ما حطيت الطماطم دول فلفلتين حار فرماهم في الكب، ولو ما بتحبوش الحار حطوا فلفلتين رومي. طبعا محشي ورق اللفت دوت هنعمله ني في ني. ودي بصلاية كبيرة فرماها في الكبة وعصرة منها المي، وطبعا مية البصل برميها. ودي التوابل اللي هنحطها على المحشي، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، مكعب ماجي، معلقة ملح، معلقة فلفل اسمر. ودي الخضرة، شبت، بقدونس، كزبرة. طبعا غسلها كويس جدا ومصفياها ومقطعها صغير جدا اهو. هنحطها على الرز. وبعد كده هحط الزيت، وبعد كده بقى هقلب كل المكونات دي مع الرز كويس جدا. وبعد ما قلبت الرز مع كل المكونات اللي حطناها، بعد كده هنحشي بقى الورق اللفت مع بعض. طبعا ورق اللفت اليمة الخشنة دهيت بنخليها جوه الصباع، واليمة الناعمة دهيت بنخليها بره.
بنحط كده شوية الرز كده في الصباع كده اهو. والرز طبعا على حسب انتوا ما بتحبوا، تحبوا رز كتير رز قليل. ودي المحشي يا حبايبي بعد ما حشيناه مع بعض، ودي الحلة اللي هنرص فيها المحشي. هنحط في قلبها بصل، بصلايه متقطعة شرايح او دواير زي ما تحبوا. وبعد كده برضو هنحط في قلبها جزر، جزرية متقطعة اي حاجة. طبعا الجزرية مقشرينها وغسلينها كويس. وبعد كده هرص المحشي في الحلة. بسم الله. ودي يا حبايبي المحشي بعد ما رصيته في الحلة اهو. ويلا بينا على البوتاجاز نسوي المحشي الجميل دوت. ودول طماطمتين مقطعهم دواير هحطهم على المحشي. وطبعا القوطة عشان مسكرة هحطها على وش المحشي. وبعد كده هحط الشوربة للمحشي. طبعا اي نوع شوربة عندنا بنعمل بها المحشي، حتى لو ما عندناش شوربة بنعمل احنا شوربة. ونحط شوية مية مع مكعب ماجي مع شوية ملح مع شوية زيت مع شوية فلفل اسمر مع ورقتين لورا، وبنغلي كل الحاجات دي مع بعضها وبتطلع معانا شوربة. احط الشوربة للمحشي. وبنهز الحلة كده. وبعد كده هولع على البوتاجاز. وبعد ما ولعت البوتاجاز على المحشي هغطي الحلة، واما المحشي يتشرب كل الشوربة اللي حطناها هرجع لكم. وبعد ما المحشي يتشرب الشوربة اللي حطناها، طبعا في المرحلة دهيت هنوطي عليه النار عشان يكمل سوى على نار هادية. غطي المحشي يكمل سوى على نار هادية وارجع لكم نقدمه مع بعض. ودي يا حبايبي المحشي بعد ما استوى اهو. طبعا سبت المحشي استهدى خالص، ودلوقتي هنفضيه مع بعض. ما شاء الله يا حبايبي، بص ورق اللفت عامل ازاي، احلى من ورق العنب بمراحل. بص يا حبايبي مستوي زي الزبده، بصوا روعة روعة فوق الوصف والله. اكلات الشتاء اللي بتدفي الروعة ما شاء الله. اعملوا محشي ورق اللفت بطريقة ام احمد وبامر الله فوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي. حبكم في الله الف هنا وشفا. شير في الخير. نلتقي في فيديو جديد. سلام.